تروحي اول ما يجي ماسكه الخاتم ورميه في نص عينيه. حلو. اما بقى الخطوه اللي بعدها بتروحي بقى مرجعه له الدباجيب والالعاب والحاجات الكتير ياما اللي هو جابها لك. وبعد كده يا دنايا بتخشي في مرحله العيال، بتقعدي تعيطي بينك وبين نفسك، بتقولي ايه اللي بيحصل فيا ده؟ انا ليه بيحصل فيا كده؟ انا ما عملتش حاجه في حياتي. بتروحي ماسكه كل الصور مقطعاهم والرسايل وكل حاجه هو جابها لك. واذا بعد كل ده ما جاتش نتيجه بسخ الخطوه. لا، بعد كده بتروحي طخاه في نص عينه وبتخلصي منه عشان هو ما فيش منه امل. عندك عندك ريحي شوي شوي على الجيتار شوي شوي روسي هاد. الله يعطيك العافيه. انا خلاص لك هيك بنحط الجيتار. هاتي لي شوف نزعتي الدوزان. انت بدك تعرفي قيمه الاله الموسيقيه كيف تنحمل. هاتي هاتي. مليت، ما عاد فيني ابدا، ما عاد اتحمل نهائيا. تيمو كرمالي حبيبي. حبيبتي بده يدوب جليد القطب، بدها تغرق الكرة الأرضية، لا أنا ولا أنتِ رح يطلع بيدنا شيء أبداً. بدك يعني يغرق؟ لك لا، مو هيك القصة، بس أنتِ كمان ما بتقبلي إني انقريت قبل دب الباندا. لا طوبر قلبي بعيد الشر عنك. معناتها خلص، من هلا ورايح ما عاد نطلع مع رانيا. إيه بس أنا ما بقدر أطلع من البيت بدون رانيا. معناتها خلص، من هلا ورايح لما بنشوفهم هن من طريق ونحن من طريق، لأنه أنا إذا بضل عم باخذ طاقة من الشمس ما عاد أشتغل إلا على الطاقة الشمسية، رح صير زنجي. بالله بالله، إيه الحق عليك أنت. أنا؟ ايه انت، مو انت اللي عرفتهم على بعض؟ مو انت اللي دخلتي يا واسطه بيني وبيني؟ ايه لي ايه، لو ما كنت حضرتك مزعلني ولو ما كنت حضرتك ما عم بترد على التليفون، مين اللي دخلهم واسطه؟ اه ولو ما حضرتك كنت مبهدلتيني وما سحفيني الاراضي ومسكر التليفون بوشي ما كنا وصلنا لهون. يعني هلا الحق علي انا؟ ايه طبعا، لانه كل شيء عم بيصير بيناتنا لازم يكون عند الصبايا علم فيه. هلا انا ساره السرساره وبنشر اخبار؟ ايه، واسرع من وكالة سانا والخبر العاجل، إذا ما خربوا لك بيتك هالصبايا، ما بكون أنا موسيقي فهمان. تيمو، الصبايا خط أحمر، أوكي؟ خط أحمر. ماي بروبليم. شو تعبتوا شباب؟ لو كانوا نباتيين مثلنا ما كانوا تعبوا. طيب شباب شو مشاريعكم اليوم بعد الظهر؟ إيه إيه أنا عندي مشروع، في فيلم وثائقي عن الجرد، شو رأيكم نروح نحضره؟ رحنا وما سألنا؟ ما معقول هالدنيا شو صغيرة. عن جد ميدو، مين قال بنرجع نتلاقى؟ فعلا صغيرة. مدير المحطة لما عرف انك رح تكوني ضيفتي بالحلقة الأولى من برنامجي الإذاعي، رحب كثير بالفكرة وعطينا الوقت الذهبي.